اليوم كان فيه إمضاء يعني اتفاقية ما بين الأكاديمية الجزائرية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان وشبيب التربيعة. هي منطقة من مناطق الظل، وين حنايا في السياسة التشاركية للسيد رئيس الجمهورية مؤخرا ونظم على التوأمات، يعني تبقى التوصية تاع المكتب الوطني، ونكون حنايا نديروا توأمات لتمويل فرق أو فريق رياضي أو إعانات لمناطق الظل. هذه المنطقة الظل هذه وين عندهم مدرسة، شبانية للتكوين الرياضي. احنا اليوم ان شاء الله في البداية اليوم وين رايحين احنا في الاتفاقية نتاعنا اللي راهي تنص باللي احنا نرعاو التجهيز تاعهم، التجهيز يعني كامل. ثاني تغطية النفقات تاع التنقل، الإطعام، الألبسة، وكذلك الأجهزة الرياضية. وين احنا ثاني ان شاء الله اليوم يعني اللي راح نبشرهم بها يعني حاجة، هم ان شاء الله عندهم يعني شوف منطقة من مناطق الظل وين راح تمثل الجزائر في أمريكا، وين الأكاديمية ان شاء الله راح تعاونهم في ليبيا، ليبيا اسمها ليبيا دافيون مع الخطوط الجوية الجزائرية. ان شاء الله غدوا نديروا معهم اتصال، ومن المنبر هذا يعني نجد السلطات المعنية وعلى رأسهم مدير الشباب والرياضة والي الولاية أنه عندهم تصريح يضمنوا في تصريح للسفر للمشاركة في هذه الدورة يعني تكوينية، يعني وين يسهلوا لهم العملية. وكذلك احنا بدونا راح ندخلوا بالمراسلات الرسمية لتسهيل عملية السفر تاعهم، ولماذا ممكن على عاتق الدولة. كل تاعنا يتكون على ثلاث فئات صغرى، فئة أقل من 9 سنوات وأقل من 11 سنة وأقل من 13 سنة. إن شاء الله مع الاجتماع الاتفاقية اللي سنيناها مع الأكاديمية الجزائرية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان مع رئيس الأكاديمية العجاجات فيصل اللي فتحنا جميع الأبواب، إذا كتب ربي بإذن الله العام الجاي نونجاجيو بلي كاتيجوري الأخرى إن شاء الله. بما أن الأكاديمية قدمت لنا المساعدات سواء من حيث وفرت لنا الملعب بفضل الأكاديمية اللي عطاونا الملعب، وزاد وفرونا العتاد الرياضي من بينها ليتوني دي سيرفاتمو وسائل تدريب، وإن شاء الله نكملوا معهم في أمام الرعاية الطبية ثاني لما سوفرونا الرعاية الطبية، وإن شاء الله حنا نكملوا في الأمور هذا معهم إن شاء الله. دوكا مع الأخ فيصل الله راه عطانا شوية إعانة بعد ما كنا نسوفريو شويه في المشاكل الداخليه للفريق، لقينا فيصل الاخ فيصل عطانا شويه امكانيات مع اللاعبين. مقبل كانوا كل دوره يشاركوا على مستوى الوطني نروحوا نشرفوا القريه تاعنا ويشرفوا البلديه وخصوصا ولايه برج بوعراريج، ودوك لقينا الامكانيات هذون نزيد بربي ان شاء الله باذن الله نزيدوا نتقدموا ونزيدوا الاضافه اكثر فاكثر في الخطرة الجاية إن شاء الله. وبارك الله فيكم، بارك الله في الجمعية الخيرية هذه تاع فيصل حقوق الإنسان اللي لقيناه، وبربي إن شاء الله احنا ثاني نشرفوا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.